اتقالت؟ وطي صوتك، احنا في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده إزاي؟ أنت متأكد إنك أنت ما قلتلهاش أي حاجة أيام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعًا. تكونش هي اللي ورا حكاية الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب أنت فتشت الشركة كويس؟ الواد اللي كان في الشركة بتاع الأمن بعد الخناقة لما جري جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركة حتة حتة ما لقيتش حاجة. واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى أكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. أو ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. أيوه بس هي خدت ليه الورق من أصله؟ هي ما قالتليش إنها خدت الورق. هي قالت لي إنها تعرف مكان الورق اللي أنا بدور عليه. يعني ممكن المعلومة تكون جات قدامها بالصدفة. أنا زهقت، زهقت من كلمة احتمال وممكن دي. أنا عايز حاجة ملموسة أمشي وراها. أنا عايزك تهدى. إحنا لسه في أولها. وما تنساش إن اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله محدش عمل حاجة لغاية دلوقتي. أهو ده بقى يخلينا نقلق أكتر. افتح يا مصعب. ايه يا هشام؟ كنت فين يا زميلي؟ ليك وحشه والله. لا والله، ده على اساس ان انت ما كنتش عارف ان انا اتخطفت. ورحمه امي ما نعرفه اي حاجه غير ان المعلم ابو ورده خرب عليك الدنيا بقالي يومين انت والبضاعه. مش بعيد يا ناصح يكون حد من رجالته قطرك وانت داخل على هنا. ما انا جاي لك عشان موضوع البضاعة ده. البضاعة بخ. نعم يا ابو عمو، ده الحوار ده يطير فيه ارعاب ومش هيخلص الا بالدم. بقول لك ايه يا هشام، اللي ما تعرفش تفاديه استمتع بيه، طريقك كله مدافن. يا جدع اسمع يا جدع، انا عايز اتصرف لي في حته كده اديها لابو ورده وبعد كده احنا مع بعض نتحاسب. حته ايه يا هشام؟ هي تذكره ولا تذكرتين؟ دي كميه يا اخويا. يعني قابل وقعب بقى. يعني يرضيك يعني ابو ورده يعلم عليا ويطير رقبتي؟ لا يقعد ما يرضينيش. يو سلامة رقبتك يا زميلي، انا هرسيك. انا عايزك يالك كنيلك يومين كده في اي مكنه قبل ما حد يهتر فيك، عشان لو حد هيهتر فيك لا هنعرف نداري ولا نلم. اتكل على الله. تمام تمام يا مسعد، تمام. روح يابا ربنا يحنن عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله. مالك يا ما فيش حاجة؟ لا في. طبيش عليا. لو في حاجة قول لي نلمها زي ما كنا بنلم ورا بعض زمان. احنا ما بقيناش زي زمان يا حاج. زمان كانت الناس بتتمنى تبقى تحت رجلينا، دلوقتي احنا بنداس تحت رجلين اي حد. مين ابن الكلب اللي بيدوس عليك ده ولا اقطع لك رجله؟ الدنيا يا حاج، الدنيا. سيبك انت. قال الواد رحيم فين؟ انا مش سامع صوته. مراتك يا سيدي خدته وراحت بيه عند امها. انا مش مستريح للبنت دي. الله، انت كنت مبسوط منها واحنا بنسجل الواد. أنا كنت فرحان بأول حفيد ليه يشيل اسمي. أنا مش فاهم أنت اتجوزت البنت دي ليه؟ اللي حصل بقى يا حاج،
لو ابنك كمان ايه خلاها رسمي، بعد ما كان حته عقد ممكن اقطعه دلوقتي بقت رسمي. يا ده انا ما بتكلمش في رسمي ولا رسمي، انا بتكلم في الجواز نفسه. الله، انا مش فاهم رسمي ايه ورسمي ايه. وبعدين ما انت اتجوزتها وخلفت بينها، بقت مراتك غصب عن عين ابوك. ايوه، هنعمل ايه يا حاج دلوقتي؟ اطلعها ولا اكمل معاها ولا اعمل ايه يعني؟ تلمها يا يالا، تلمها، ما تخليهاش ماشيه على حل شعرها. حاضر يا حاج، حاضر. تأمرني بحاجه تاني؟ عاوز بين خلقتك ايه؟ غور غور، انت جميله وجبل. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع يا سيد، تقتل القتيل وتمشي بجنازته. أنا؟ الجملة دي ما تخصنيش، أنا ماليش دعوة باللي حصل لأمينة. ماليش دعوة إزاي؟ إذا كان دمها بنقط من إيدك أهو. كسيفش، قول. لا، صلي على النبي كده في قلبك، بلاش الطريقة دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها. أشوف اتورطت مع مين؟ صلوا على النبي يا إخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه إلا الرحمة. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي عايشة كانت لما كل رجالة البلد حواليها، ودلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده غير سيد يعني؟ نفس اللي انت بتفكر فيه عماد بيه، اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم، البقاء لله. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين.
يرتاحوا هما كمان. فين ده اللي رايحين؟ في الحفظ والصون. ايه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضي لك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه. عشان كده بقى قتلتها. قول ما تخافش، قول. أنت تعرف عني يا عمدة إني لو قتلت هخاف أقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي أنت بتسجل لي بيه ده. علشان عيب. أسجل مين؟ أصلاً ما فيهوش مساحة. أصله مليان بفيديوهاتي أنا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعة. إحنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. وإحنا عمرنا تلمينا اللمة الحلوة دي إلا لو كان الشيطان فيها. أو خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا لا لا، تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص السرقات دي، إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا اللي هتطلبه مني هنفذهولك، حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده؟ ما تجمد شوية، في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي، إحنا نقعد مع بعض ونتكلم واللي عنده حاجة يقولها. أنا اللي عندي تقال. أشوفكم العزاء الجاي إن شاء الله. البقاء لله.